المدرسة الإنجليزية فيها دين وفيها عربي وفيها بريطانية وإنجليزية وأسترالية. لازم اسمع لازم وبعدين 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 أنت شنو أنت أساساً أنت يعني يعني هذا خلينا نكون واقعيين. أنت أساساً أنت عربي. أنت إنسان عربي. يعني والله يعتمد على الطالب. أنت راح تعلم العربي. قاعد ترد على نفسك. والله يعتمد على الطالب. يعني أنت الحين أبوك ما يعلمك من عمرك 7 سنين خلاص بس يصير عمرك 7 سنين إنه من عمرك يمكن 7 سنين وأربع سنين 5 سنين يأخذك وياه المسجد يوديك تصلي هذه شغلة معروفة. أنا ما أشوف في المدرسة. فلا تنسى إن أنت الدين تعرف دينك وتعرف إن أنت عندك رسالة. إن شاء الله وين يقطونك تعرف دينك. غلط. لا يا جماعة. لا مو غلط تبي أصدمك بشغلة. تدرين بأمريكا المدارس الحكومية ما يدرسون دين معين لأن بأمريكا في مسلمين في مسيح في يهود اللي يبي يعلم عياله صلاة بأمريكا ليوم يوديهم مسجد بعد المدرسة اللي بيعلم عياله ليوم الدين المسيحي يوديهم كنيسة اللي بيعلم عياله يهود هذا شيء خاص الأبو والأم هم اللي مسؤولين عن بس بأمريكا ليومكم هذا يقوله do you believe in God لأن في ما شغل بالموضوع يعطونهم برايفت كلاس يدرسونهم المسلمين لو يعني شكوا أمريكا والله هم مو مجبرين يدرسون واحد مسلم بس شوف التفكير يعطونهم كلاسات برايفت يدرسونهم حق عشان المسلمين ما يقومون يدرسونهم اجباري ان انت مسلم بس تدرس ديانه مسيحيه ما فهم حطوا قدروا يعني احنا مدارس حكومه يدرسون دين شنو لا ليه معترضه ان في لا تنسون ترضى انا ما كنت حابب ادرس في طالبات قاعد يدرسون برا ان في طالبات قاعد يدرسون برا حجاب ما يقولون لهم والله قط حجابك لما تدشين شوف يعني تخيل لاي درجه ان قاعد يحترمون ديانتك يدرون ان هذه انسانه مسلمه خلها تلبس حجابها هذا بس لحظه على طار اللغه العربيه اللي قاعد تقولي عنها اوكي انا راح انولد بمجتمع عربي اكيد راح اتكلم عربي بس لازم انت الحين ليومك هذا ما قاعد تتعلم لازم اتعلم لا مو هذا هو يا جماعه أتعلم. بس ليش انا قاعد اروح مدارس اسمع. حكوميه اسمع احنا اسمع مدارس التعليم ما له نهايه ما راح اقول وجهه نظري المدارس الحكوميه يا حبيبي يا ابو جاسم مو شيء ليش مو شيء مو شيء اوكي ممكن مو شيء قاعد اقول لكم فيها سلبيات فيها ايجابيات يبونها الاشياء الزينه تدري شنو انه قاعد تعطيك المنهج اللي المفروض تمشين عليه مثل قاعد يعلمونك عنك وعن الخليج ويعني انت وين عايشه وشنو عن ديرتك قاعد يكلمونك هذا ادرسها بالفندق وعلى الاقل وعلى الاقل قاعد يعطيك الهويه الكويتيه او العربيه هذا المدارس أدرسها المدارس لا المدارس الانجليزيه المدارس الانجليزيه مع احترامي حق كل الطلاب اللي متخرجين منها وحق كل المدارس الانجليزيه على اساس يقولون نواف متحيز انزين فاللي بقوله انه بوجهه نظري انا اللي قاعد اتكلم عنه انا نواف وجهه نظري ان اكثر اللي يتخرجون من المدارس الانجليزيه ووايد اعرفهم شباب شلون طريقتهم ما يكلمني كويتي انا شايفه هويته مفقوده لا 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 بس انا هذا لا لا انا مع نواف لحظه انت كذي مشاهدينا خلهم يتاوشون وراي ونروح فاصل ونرجع قصدي يقول رايحين وردينا رايحين وردينا لا لا هذه ما قلت انا اليوم بالعافية يا محمد بالعافية يا محمد دعوة عزمنا على تفاح عيني عليها خلصت خلاص يحجم على التفاح ردنا لكم يا مشاهدينا من عقب الفاصل طبعا الموضوع اللي قاعد تحكي عنه اللي هو مدارس حكومة أو مدارس خاصة قال وجهة نظر نواف انه هو يأيد المدارس الخاصة وانا قاطعته لانه صدق كلامه غلط يأيد المدارس الحكومة يأيد المدارس الحكومة انا الحين راح اقول لكم ليش أأيد المدارس الخاصة عشان اسباب وايد اول شيء كافي البلدق مالهم شلون صاير انت بين ولدك تقول لك مامي ليتس جو شوبينج اي ابي ولدك كذي اي خليك مو مدرب مو هديني شو تتكلوا الحين انا متعلم مدارس حكوميه اتكلم كذي اي يمه انا اقول خليك هذا مو ولد الكويت اسمع كانت نازله من هني لهني لا بس محمد مصطلحاتك بليز الفاظك خل اقول شنو قالوا بالفيسبوك واخليك تكملين عادل حسين يقول المدرسه الحكومه احسن لان المدارس الخاصه تعتمد على الماده يا كثر الطلاب اللي قاموا وينجحون بفلوس القطاع الحكومي يعتمد على شطاره الطالب وما في مساعده وما في مجامله حق الطالب عادل حسين يا ما شباب ادفعوا زين اقول على 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 عادل انزين اسئله ما يبون يقرون شلون شوك بقول بدر يقول انا برايي الحكومه احسن لان الخاص الطالب ما راح يعرف عربي عدل ولا راح يعرف دين عدل والنسبه للانجليزي بالصيف يدش سمر سكولز وخلاص بكذي راح يعرف انجليزي عدل وعربي عدل اوكي احلام تقول انا رايي المدارس الخاصه افضل من الحكومي لاسباب وايد الحكومه شوي يكونون شديدين بالنظام بس الخاص ما يساعدون وكل شيء جميل
بالنسبة لي من الابتدائي درست بحكومي بس مدرستي كانت حلوة. وأسيل أسيل تقول ممكن تخلون نواف يكمل؟ راح أخلي يكمل. مشكورة أسيل أسيل. شوفي أتكلم. أسيل أسيل كل إنسان مأيدني ومأيد نواف أخذي منه إيميله خلي يقدم على تلفزيون الشاهد علشان نشيل أسار ومحمد ونحطهم مكانهم. المهم. أخذي منهم إيميلاتهم. مدى أتكلم ولا أخليك؟ لحظة لي أحسن. حبيبي أسيل أسيل ماي منو ماي منو هذيل كلهم. احنا قاعدين انا واسرار قاعدين يلا بنقول اللي عندنا ثلاث سنين قدام. شوفوا مدارس الخاصه اول شيء فيها الدكاتره مو يقعدون يشرحون علشان قاعدين يعطونهم فلوس، مو مجبورين لما يخلص الكلاس يقول لك اللي مو فاهم. هذه كل يوم كلمه قاعد تنعاد علي، اللي مو فاهم يجي الاوفيس. في مسوين اوفيس اور حق الطالب اللي مو فاهم شيء، مستعدين مدرسه خاصة. مدرسه وجامعه نفس الشيء. لحظه بنات عمي كانوا مع الجامعات الخاصه بس مو مع التعليم. لا والله انت منافق. انت منافق لحظه الحين انت منافق يعني الجامعه الخاصه. اذا انا تاسست مدرسه حكومه وكلها عربي شنو بيفيدني العربي بمدرسه خاصه؟ ليش ما يعطونك انجليزي بالحكومه؟ اعطوني عاد مشكلتك اذا انت شنو الانجليزي؟ انجليزي مقابلتي كانت هنديه وظلي بالبي بي ام طول الليل على السرير. قابلتي كانت خدامه، قابلتي كانت هنديه على السرير. شنو هنديه؟ قابلتي كانت هنديه يعني انجليزيها انجليزي خدامه. لا ما انا شغل انجليزيها ما كان انجليزي مدرسه؟ كانت تشرح انجليزي مو عدل. هي مدرسه وكانت تعطينا ايه؟ كانت تعطينا ايه لان تدري ان احنا لو نشتكي عليها نوديها الهند. طيب هذا قبلت التاريخ. طيب هذا قبلت التاريخ كانت تدرس قبلت الفلسفه. سوري يا ريت بعد تاريخ قبلت الفلسفه كانت تدرس روضه. قبلت روضه يا تدرس الثانويه المقررات. وشنو تاريخ ما ادري فلسفه الحين ما اتذكر. بعدين تعال شنو وين قاعد هم عبالهم الانجليزي بس ليفل في ليفل 1 وليفل 2 في ليفل 3 احنا المدرسين مالتنا مو ليفل 1 ليفل كيدز. في مدارس اجنبيه سوري متخرج. انا متخرج من مدرسه حكوميه ثانويه نسبتي 97% بالانجليزي. اوكي ما شاء الله يعني لانه سهل. لا مو لانه سهل. انا اسرار شفت شلون خرج مدرسة انجليزية؟ يلا مدارس ال دام الشيخ خاصة حكومة. ابي اقول اللي عندي وبقعد تعبت وانا واقف. المدرسة الانجليزية زين لو هم عندهم شيء ثابت ما تشوفين مدرسة استرالية، مدرسة امريكية، مدرسة بريطانية، مدرسة باكستانية، زين ليش كل هذا؟ معناته الواحد مدارس انجليزية يا نواف خلونا نكمل. انا اليوم ما راح اكمل. اسيل انا ما راح اكمل. مدارس الانجليزية فيها ثلاث اشياء، فيها البريتش، فيها الامريكان، وفيها الباي لانجوج. البريتش وايد صعبه، معدتنا خريجه وتاسست من البريتش وقاعد تقول انها وايد صعبه. اوكي وايد 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 كانت صعبه، امتحاناتهم وايد صعبه. سكول اوكي وكانوا يبونها من برا امتحاناتهم كانوا يبونها من برا اوكي تتصلح برا. فكانوا يقومون الطلبه يروحون مدارس الامريكان لان عشان شنو العربي مال معدتنا شريفه؟ شنو العربي مالها؟ لا العربي عادي ولا. عربيها شلون؟ ليش ما تعرف حسستني انك ما تعرف تتكلم عربي؟ تقول اي بالاستديو؟ عربيها تعلي الاستديو زين. لحظه لا 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 شريفه تعلي الاستديو تدش عادي مشكله تسولف عربي زين وتعرف تحكي عربي بس هني نواف عنده مشكله معاها اذا كتبت بالكيبورد بالاي كتبت له مثلا عربي بالانجليزي يعني معرب صار لنا عبي صراحه انا احتج هو كان واقف معي بالموضوع. لا لا انا مو واقف معك. هو كان معي صعب اكمل. انا طول ما انا مع هذا السفنجه شوفوا ايش حالاته زين طول ما انا وياه في فتحه اسنان نفسك ترى هم هذا دارس انجليزي. اي لا هو شوفوا في مميزات هنا في مميزات هنا. بس كملوا اخذوا الموضوع انا بقعد بس انجليزي وايد يعني واو صح. وكنت اخذ شهادات تفوق بالانجليزي وبالفرنسي يعني شنو كنا ناخذ بس ثالثه ورابعه ثانوي اللي ناخذ فرنسي وكنت متفوقه فيه. بس بالعربي انا برابعه ثانوي رحت معهد عربي وجبت مدرس ومدرسه وطلعت 33 من 60 يعني طالعه على الحفه بثلاث درجات. شوف شوف صار وبالانجليزي كم كنت جايبه؟ 54 من 60 والله ما كنت ادري. انا الحين مستانس. شوف صار فيها انت عبالك كان انسحبت؟ انسحبتي قعدت ابغاكم تخلصون عشان اتكلم. يلا تكلمي لان الحق حق وعد انه ما حد راح يقاطعك. اوكي يلا خلصنا من بريتش سكول. اوكي امتحاناتهم صعبه. البنات والشباب وين راحوا؟ راحوا امريكا عشان يرفعون الجريد مالهم عشان بعدين يدشون جامعه. الشيء اللي اهم من هذا عمرك شفت مدرسه حكومه تاسسك وتعطيك كورسات وتعلمك علشان تعرف انت اي تخصص تبي؟ انا تخرجت من الثانويه ودشيت الجامعه ما اعرف اتش ار شنو، ما اعرف الماركتنج شنو، ما اعرف الاكونتنج شنو.
لما كنت ليه رابعه ثانوي وانا اقول يعني الحين اذا دشيت علوم اداريه شنو راح اشتغل؟ ما ادري ان هذا تخصص، ما ادري ان شنو فيه، ما علمونا، علمونا درسها يلا هذا الكتاب ما فهمتي، ما حد قال لك وين مخك بشنو سرحانه، يلا هذا الامتحان. مدارس الانجليزيه اذا مو فاهم يعيد عليك بدال المره 1000 ويدرسونهم اكاونتنج، الاكاونتنج اللي راح تدرسه بالجامعه. انا معي طلاب وطالبات من الجامعه متخرجين من مدارس حكومه، من مدارس انجليزيه يحلون وهم مغمضين، وانا قاعده اخذ سي ودي ويمكن اسقط على الحفه. علشان شنو؟ علشان هالمادة. وقاعد يقول لي صار تافهة، انت من صدقك هالغباء؟ هو مو غباء، ماخذينه يحسون الماث. شنو الماث عندهم؟ كذي كذي كذي. حتى اللي مخه نفسي قفل بالماث قاعد يحلون. غير هذا كله قاعدين يعلمونهم عدل، يعني لما انت كافي تكون مو فاهم يقولوا لك تعال لنا الاوفيس احنا ندرسك. لا تقولي ما في عربي ودين، بالعكس يعلمونهم عربي ودين وإسلامية، ويعلمونهم غير هذا أناشيد، يعلمونهم شو ال بتكلم بتكلم بفجر عادتي. لا طوصيها عادتي. اللي بغيتي تروحين تقولين حق مدرس بالخاصة، زين اللي بغيتي تقولين حق مدرس بالخاصة إن أنت تبين يعلمك ولا هذا بعد الحصة؟ سأليني أنت الحين تبي تطلبيني إن أنا أدرس. أستاذ أنا مو فاهمة، ممكن تشرح لي؟ متى هذا؟ أستاذ مو فاهمة اللي شرحته اليوم. أقول أنا إن شاء الله فاضي حقك وحق مدرستك. إي هذا صح. وحق هذا يبا أنا وراي خاصة. عندي حدا حكومة. قال خاصة. قال حكومة. الحكومة شنو؟ لا قال خاصة. قال حكومة. لا لا خاصة مو كذي. الخاصة. الخاصة لعيوني. انزين سأليني الخاصة، سأليني الخاصة. دكتور ابي لك عقب الكلاس لاني مو فاهمة. من عيوني. من عيوني يا قلبي. عاوز ايش من عيوني يا قلبي. لا 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 من عيوني. من فلوسك يا قلبي. لا من عيوني، من عيوني حبيبي. لكن 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 انت كل شوي تسوي لي من عيوني يا قلبي من عيون حبيبي. انت هني قاعد تدفع، انت ما قاعد تدفع حق المدرس، انت قاعد تروح تدفع حق المدرسه. تدفع حق المدرسه يعني الفلوس مو راح حق المدرس بمخباته. من قال هو معاشه قوي؟ انا اقول لك فلوس الطلب. كيف يعني الحين الحكومه اللي ما قاعد تشتغل امتحانات؟ والله الحكومه اللي ما يضبطون الدكاتره. انت شنو قاعد تقولون؟ من قال لكم ان المدارس الحكوميه ما صارت تخصص ساعات بعد الدراسه حق التقويه، نظام التقويه؟ شنو التقويه؟ انت تقول شنو التقويه؟ جنطه اكل واروح اقعد مع ربعي؟ هذا ما له شغل، هذا اعطاه اخوي بالابتدائي ويعطونا تقويه. اكله يجيب، شربه يجيب، فراشه يجيب. بس انا قاعد اقول لك ان الهدف مشترك، الحكومه ما قلنا ناس. احنا ما قلنا الحكومه ويع ولا قلنا الخاصه واو. قاعد نقول الحين 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 بوقتنا الخاصه وايد احسن من الحكومه بالجامعة. كافي مو الجامعه شتها والمدارس بدل. الحين انا متاسسه حكومه ما اعرف اتكلم انجليزي، اقوم ادش الجامعه. ليش ما تعرفين تتكلمي؟ كل اللي معي بالجامعه يعرفون. شنو مشكلتك؟ اسرار وين اتعلم؟ اسرار ثنتين ثنتين حكومه. انت ما تعرفين تحكي انجليزي؟ انا اعرف. انا ما قلت انا ما اعرف اتحكي انجليزي. تعرفين بس شنو الانجليزي الاحسن مال خاصه ولا حكومه؟ نفس الشيء. بس انت الحين بس انت الحين ميمي انت الحين عبالك الانجليزي اللي انت تحكينا مال حكومه نفس الانجليزي اللي قاعد تحكاه؟ لا لا احنا نفس الانجليزي اللي انت تحكاه نفس مادتنا. هي قاعد تاخذ بريتش لانجوج. انت شنو خذيتي؟ انت خذيتي انديان لانجوج؟ مو انديا، فلبينو لانجوج. اسر مدام سوري. شنو اللي نعرفه؟ شنو تعرفينه؟ تعرفين تطلبين؟ لحظه مريم، تعرفين تطلبين مطعم؟ تعرفين لما تروحين السوق تقولي لها ابي هذا وهذا؟ تعرفين لما تسافرين تتكلمين؟ لا انا عارفه لو تجيبي لي واحد امريكي قدامي اعرف اكلمه. خلاص باكر انا اجيب لك هوم ورك مالي اقول لك يلا حلي لي اياه كله. خلاص من غير دكشنري. خلاص اوكي خلاص احنا عندنا رهان يا جماعه بنشوف الحكومه ولا الخاص. لحظه لان انا الحين بالجامعه قاعد ادرس، قاعد ادرس اشياء كلها بالانجليزي. انا اعلمكم المالي صادف انه في كلمات ما اعرفها بس اروح اسوي سيرش عنها. بس مو معناته انا شنو تدرسين؟ شوفي شوفي في واحد اذاعه وتلفزيون. شنو تدرسين؟ اذاعه وتلفزيون. بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالانجليزي. كله بالانجليزي؟ كله بالانجليزي. كل موادك بالانجليزي؟ كله بالانجليزي. اوكي واللي قاعد يدرس بزنس بالانجليزي وقاعد ياخذ مات واكونتنج هذا ما اخذها بالحكومه. انت ادبي ليش متخصصه بزنس؟ ما له شغل. دام انت ما تعرفين مات. ليش شغل؟ ليش تخصصتي شيء؟ هذه مواد اجباريه اخذها. اسرار لازم اخذها. اي احد يدش مدارس شلون اللي تخرجوا من مدارس حكومه ليه رابعه ثانوي وهم حكومه ويابوا 98% و96 دشوا الكليه الاستراليه تخصص طيران ولا هندسه ولا دشوا الجامعه الامريكيه؟ انا قاعده قدروا يجيبون 4 نقاط وتخرجوا. انا قاعده اقول لك اذا هم ما يعرفون انجليزي. انا ما قاعده اقول لك هم ميح انجليزي. التدريس التدريس الناس الاوادم. الفرق بين الحكومه والخاص ان الخاص حتى دكتور الرياضيات ولا دكتور العلوم يتحكى انجليزي، والحكومه بس دكتور الانجليزي او مدرس الانجليزي هو اللي يتحكى انجليزي بس. وبعدين في شغله انا لازم اقولها. استوعب انت كافي تشوف انت الحين دش مبنى حكومه ولا دش مدرسه خاصه، شنو الفرق؟ ايش فادني انا ان انا دشيت مدرسه؟ يسوون ايفنتات، يسفرونهم، يودونهم، يطلعونهم، يسوون لهم ايفنتات، شنو الفائده؟ ايش فادني؟ اقول لك شيء، اقول لك شيء يونسك، اقول لك شيء يونسك.
انتم او المدارس الخاصه انك انت واقفه معاهم، انا محايد، انا ما اوقف ضد احد زين، بس شنو تتميزون وبصراحه لكم الاولويه بالاكتيفيتيز اللي تسوونها. أوكي. يعني نشاطاتكم اللي تسوونها وايد روعه ووايد تفاعليه مع الطلبه ووايد تفيد بصراحه. في ماده